صدى توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم لتقديم واجب العزاء بالمغفور له السلطان قابوس بن سعيد. وذكر بيان صحفي أن الوفد المرافق للغانم ضم النواب عدنان عبد الصمد وسعدون العتيبي وفراج العربيد وعبد الله الكندري وخالد الشطي وأسامة الشاهين وسعود الشويعر والدكتور خليل أبل وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.